السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي. اليوم قراءة لعزيزي برج السرطان الشمسي والقمري والطالع، ولا تنسوا أنها قراءات معممة وعامة، قد تنطبق جزئيا أو كليا على البعض منكم وقد لا تنطبق على البعض الآخر، لذلك خذوا ما ترتاحون إليه وما ينطبق على وضعيتكم ومشاعركم من الرسالة والآخر، والباقي اتركوه يرجع للكون بسلام. فهناك برج سرطان آخر يحتاج لهذه القراءة. غادي نشوف ما هي قراءات عزيزي برج السرطان، وما هي نصيحة وما هي نصيحة الملائكة والنصيحة السحرية. وكنتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب. كنتمنى لكم حظ سعيد كذلك في حياتكم، في حياتكم العاطفية، في حياتكم المادية، في حياتكم يعني بطريقة عامة. واخا كنتمنى لكم دائما حظ سعيد، وكان داعي معكم. وبسم الله لنبدأ. عزيزي برج السرطان لنرى ما هي طاقتك هذا الشهر. بسم الله. هنيئا، لأنها كارت جميلة بزاف وإيجابية. لنبدأ. عزيزي برج السرطان، أراك أنك طاقتك أنت، يعني أنا سأتكلم بطريقة عامة، وطبعا هي قراءة للرجال والنساء، للمتزوجين، للمرتبطين، للعزب. أنا أقرأ بصفة عامة، نعم أنا أقرأ عن طاقة برج السرطان، لذلك استمعوا للقراءة اللي يخليكم من البداية حتى النهاية، ويعني وخذوا أكيد أن هناك يعني شيء ترتاحون إليه وتحتاجون إليه، واخا من هذه القراءة. إذا عزيزي برج السرطان، هذا الشهر أرى أن طاقتك هي أنك تتحرر أو تحاول التحرر من طاقات سلبية. نعم، أنت بحال إلا كدير النيتواياج يعني سبيريتوال، يعني كتنظف الروح ديالك من الطاقات السلبية، من داكشي اللي قبيح اللي عشتو في الماضي. واخا يعني أنت هناك أشياء سلبية يعني كانت تمنعك من رؤية الأشياء بوضوح، والآن طاقتك أنت هي التوازن، وأنك راجعت نفسك ورأيت يعني أن كثرة التفكير، يعني كثرة التفكير وكثرة الحزن يعني مدك حتى لشي بلاصة، يعني كثرة التشاؤم والكآبة لا تساعد على أن تواصل حياتك بطريقة سالمة. أنت الآن كتشوف الحياة ديالك زوينة بزاف، أرى يعني طاقات جميلة جدا لعزيزي برج السرطان، يعني كارت جميلة جدا. نعم، وتريد بداية جديدة، انت بغيتي تبدا من جديد. انا اتكلم يعني عن طاقتك هذا الشهر. نعم، والان يعني انت يعني واثق من نفسك وكتعرف اي طريق بغيتي تاخذ، يعني تعرف يعني اي مسار تتخذه. انا اراك عزيزي برج السرطان بحال الا انت في شي غابه، كما لو انك في غابه وفيها ممرات كثيره كثيره ومختلفه، يعني هناك في هذه الغابه فيها ممرات مظلمه، ممرات مخيفه، ممرات اخرى يعني ضيقه جدا ما كتقدرش يعني تمشي فيها، لكن هناك ممر واحد فيه نور، وانت اخترت هذا الممر في هذا الشهر. يعني طاقتك طاقة يعني الوضوح يعني والتوازن، طاقة جميلة جميلة جدا. ارى كذلك عزيزي برج السرطان هذا الشهر ان شاء الله اخبار جميلة، اخبار جميلة جدا، اخبار مفرحة وسارة وتغييرات جميلة وايجابية. وكذلك عليك ان تتخذ قرار يعني لتبدأ حياة جديدة. نعم، أرى يعني أنت يعني ستتلقى إشارات سماوية، يعني كارت روحانية جميلة وقوية بزاف. أعيد، ستتلقى إشارات سماوية. نعم، يعني ديسيني كوسميك. نعم، وهذه الإشارات ستساعدك لتفتح عينيك وترشدك، يعني
اتبع حدسك، يعني اسمع لقلبك، استمع لقلبك، نعم، فهناك اشياء جميله غادي توقع لك ان شاء الله في هذا الشهر، لانها كارتات جميله بزاف بزاف بزاف. نعم، البعض منكم غادي تفرميو شي اوراق، يعني البعض منكم سيقوم بتوقيع وثائق او عقد او عقود، واخا البعض منكم يعمل في مشروع عائلي بسيط لكن ناجح في هذا الشهر، يعني هناك ارباح مهمه، ارباح مهمه وعاليه ان شاء الله. والبعض منكم بغى او كيفكر بانشاء مشروع عائلي، وبالتوفيق ستكون يعني النتيجه جميله جدا. نعم، نواصل قراءة جميلة، طاقتك جميلة جدا، تريد أن تتكلم، طاقة يعني جميلة جدا، سبحان الله العظيم. هذه الكارت اللي قفزات، هذه تريد يعني قفزات، تريد أن تتكلم، هذه تقول أن الكاتخليمون يعني الطاقات الأربعة يعني في روحك، في عقلك، يعني أنت يعني هذا يعني الساحر يعني عنده لي كاتخليمون، يعني الطاقات الثلاثه، يعني الترابيه والهوائيه والناريه والمائيه، وانت يا عزيزي برج السرطان في هذا الشهر انت قوي، يعني لديك كل هذه الطاقات، يعني كارت جميله جدا، جميله جدا بزاف، يعني طاقتك هذه هذا الشهر. الله الله الله، يعني كارت جميل بزاف عزيزي برج السرطان، يعني حظك سعيد، حظ اعتقد يعني انها من اجمل القراءات، يعني كنشوف يعني الطاقه ديالك يعني تري تري زيلفي، يعني ارتفعت بزاف، كارتات زوينه بزاف، كارت قويه وجميل. الله، اش هاد الشيء برج السرطان؟ كارت جميله بزاف. بالنسبة للعزاب عزيزي أرى أنكم يعني كارتات جميلة، هنيئا هنيئا، يعني قبل ما نكمل القراءة كنشوف أنها كارتات جميلة بزاف وإيجابية بزاف. عزيزي برج السرطان العزاب كنشوفكم فوزيت تخي تخي وبيان تخو سيليكتيف، يعني أنتم أو أنت انتقائي، انتقائي يعني كتختار، تختار كتختار بزاف، ما يعني لا ترضى بأي واحد، نعم، يعني لكن تشكو بانك عازب ولم تتزوج، لكن انا ارى انك كتختار بزاف، لا هذا طويل لا هذا رقيق لا هذا ما عندوش لا هذا غليظ لا هذا، يعني كتختار. لا تقول لك هذا الكارت كن حكيما، كن حكيما واعطي فرصه اولا قبل ان تحكم، فستتفاجأ لانها كارت جميله جدا، هذا يعني كارتات الإيجابية وكارتات قوية جدا، لذلك أنت يعني أرى أنك يعني طاقتك قوية لدرجة أنك يعني بدأت يعني ربما يعني ترى الأشياء بالقليل من الأنانية، لذلك التواضع عزيزي برج السرطان، ويعني كن حكيما. نعم، يعني الله وهب لك هذا الشهر طاقات وفرص جميله فاستغلها، الله يخليك. يقول اونوري دو بالزاك الكاتب الفرنسي بلي اون جوج موا اون ايم، يعني نحكم كثيرا ونحب قليلا، لذلك لا تضيع هذه الفرصه، الفرص السماويه، هي كارتات يعني رائعه عظيمه، هنيئا هنيئا هنيئا. بالنسبه للمنفصلين، بالنسبه للمنفصلين طبعا لا شك اولا يعني هذا الانسان، هذا بالنسبه للمنفصل ساتكلم عنك انت، انت اولا يعني طاقتك هي يعني طاقه العمل التي تكلمنا عنها في البدايه، انت يعني استنيتي بزاف، يعني كان هناك انتظار طويل، تنتظر هذا الحبيب، نعم، والان انت تتخذ قرار، ربما البعض منكم يتواجد حسب ما تقول هذا الكارد، البعض منكم ربما يتواجد في علاقة ثلاثية، يعني هناك شخص آخر، البعض فقط، نعم البعض، والبعض الآخر هو يعني تريدون أن يتغير هذا الشخص، أنت في الماضي كنت تركز كثيرا في هذا الشخص،
يعني حتى يعني ضيعتي بزاف ديال الطاقه ديالك في هذا الانسان، في هذا الشخص. نعم، وكذلك ارى يعني حزن ودموع كذلك، لكن يعني في الماضي. لكن الان انت طاقتك هي القوه. نعم، طاقه القوه. شوفوا هذا الكارت شحال زوينه، هذه طاقه هذا الكارت هي نهايه، نهايه ولكن نهايه لبدايه جميله، ورزق، رزق روحاني ورزق مادي وحب كبير. وهذه الكارت كذلك يعني كارتات زوينه بزاف. هنيئا لعزيزي برج السرطان، لان لديكم فرص جميله، يعني اعتقد انها من اجمل القراءات التي قراتها في هذا الشهر، في شهر جوان. نعم، زوينه بزاف. انا فرحانه بزاف، فرحانه بزاف لاني كنشوف يعني نجاح في كل الاصعده عزيزي برج السرطان. لنواصل مع المنفصلين. قلنا انك ركزت وبكيت على هذا الشخص في الماضي. نعم، لكن الان انت تحكم، انت تحكم. لا تريد، ما بغيتش تضيع وقتك، ما بغيتش تضيع، لان بفضل هذه القوة قلنا انك ترى الاشياء بوضوح. لا تريد ان تضيع الوقت، ما بغيتش يعني تضيع الوقت ديالك، وتعلمت من هذه التجربة وتريد بدايات جميلة. لكن هناك حب، انت تحب هذا الحبيب وهو كذلك يحبك بدون شك، لكن انت تريد ان يتغير. هناك اشياء تريد ان يغيرها هذا الحبيب. انا كنشوف الكاميرا واش تطفات ليا لانها كتطفى ليا احيانا، وكنبقى كنهضر بحال الحمقى بوحدي. المهم، لنواصل. قلنا انت هذا الشهر تريد ان يعني ان تكتب انت القواعد يعني لهذا الحبيب. انت تريد ان تكون الاشياء على طريقه، على الطريقه ديالك. بغيتي الاشياء اتفاصون يعني على الطريقه ديالك. واخا بالنسبه للحبيب، هو يريد ان تعطيه فرصه اخرى. نعم، اعيد ان ربما البعض منكم هناك علاقه ثلاثيه، وهذا الانسان يرحل ويعود. نعم، لكن هناك حب، نعم، كان او لم يكن هناك طرف ثالث، هذا الانسان يحبه. نعم، و هذا الانسان يريد ان تعطيه فرصه اخرى. لماذا؟ لانه يشتاق اليك. اعتقد انك انت يعني وضعت حدود، يعني ربما قلت له انا اريد الاشياء هكا وهكا، واذا لم تكن فانا صافي كملنا. نعم، وهذا الانسان يريد التحدث معك. نعم، هناك حب، هناك مشاعر قوية ورغبة شديدة في التصالح والكلام والتحدث معك، لكن أنت تريده أن يتغير. نعم، طاقة هذا الحبيب طاقة مائية، يعني حوت، عقرب أو سرطان مثلك، وكذلك خلينا نشوف، وكذلك هوائية، هوائية ميزان دلو وجوزاء. واخا قلنا هذا كارت توأم الروح عزيزي برج السرطان، هذا توأم الروح. وماذا يحدث؟ اش كيوقع دابا؟ هذا الانسان هو يعرف انك توأم الروح، لا يمكنه الاستغناء عنك، لذلك يعود ولن يستسلم. هو تقول لهذا الكارت انه لن يستسلم، لكن قوتك انت وطاقتك يعني وضعت حدود، وتريد الاشياء ان تحدث يعني اتفاسون كما قلنا. نعم، هو يعني لا يمكنه نسيانك، لكن في الماضي، يعني في الماضي هذا الانسان لم يقدرك. هو هذا الانسان ما بينلكش اش كتسوى نتايا حقا يعني في قلبه، رغم انه كان يحبك، لكن لم يظهر لك، ما بينلكش اش كتسوى عنده، يعني قيمتك الحقيقية بالنسبة لهذا الشخص. والان طبعا هو يشتاق اليك، لانه يعرف ليس فقط انت حبيب الروح وتوأم الروح كذلك.
نعم نرى. نعم هو يختفي، شفتوا هو يختفي رغم الحب، هو يختفي يختفي ويعاني، لكنه يحبك. أنت تطلب يعني أشياء، تطلب منه أن يتخلى عن أشياء، يعني نعم تطلب منه أن يعني تغيير، بغيتيه يغير أشياء معينة، وتطلب منه أن يتخلى عن أشياء معينة. نعم يعني أنت تكتب القواعد من جديد، تكتب القواعد وتريد الأشياء أن تصير كما هي في بالك، كما يعني خططتها أنت. نعم وتقول لك الكرت أن النجاح يعني بجانبك، يعني هذا كرت الانتصار والنجاح. نعم والأشياء ستكون على طريقتك، وهذا الإنسان يختفي ويعود، يختفي ويعود. لنرى. نعم عليه أن يختار، هذا الإنسان عليه أن يختار. ربما أعيد أن ربما هناك طرف آخر وأنت تطلب منه يعني أن يختار، إما أنت أو هو، يعني البعض منكم. نعم وهذا الكارت تقول، هذا الكارت هو كارت الانتصار عزيزي، الانتصار، انتصار في الحب. ويعني أنت الآن يعني ركزت في راسك يعني، وكتشوف الاشياء بوضوح، يعني توت كلير بوغ توا، ويعني صرت قوي، يعني وضعت انت يعني الحدود والقواعد، انت بغيت الاشياء هكا هكا وهكا، واذا لم تكن هكذا فلا تريد اي شيء. نعم وهذا الانسان يعني حطيت يعني بحال الا ضغطتي عليه، وهذا الانسان الان هو يعرف انه يحبك، واذا يعني عليه أن يفعل ما تريده أنت، وعليه أن يختار وسيختار، والنهاية هي النجاح. هذا الكارت الانتصار، كانت قراءة جميلة بزاف ومتفائلة وإيجابية. عزيزي برج السرطان لنرى ما هي نصائح، عفوا نصيحة الملائكة والسحرية. تقول الثقة، هذه الوضعية تحتاج لثقتك، يعني بأن تكون واثقا من أن الأشياء ستكون يعني ستحصل كما تريد أنت. نعم وهذه الكارت تقول شوفوا سول ميت لامسور، يعني توأم الروح، هذا توأم الروح، هذا توأم الروح. وهذا الكارت تقول الشفاء، هذه الوضعية، هذه الوضعية، ويعني أنت محاط في هذه الوضعية بطاقة تشفيك. نعم طاقة الشفاء، أنت محاط بطاقة الشفاء. كانت قراءة جميلة جدا جدا، كنتمنى تكون يعني استفدتوا من هذه القراءة وتاخذوا داك الشيء اللي كترتاحوا ليه وينطبق على الوضعية ديالكم. والاختيار الأخير هو اختياركم، والقرار قراركم في الأخير. نعم الطارود فقط يعني يرشد، يعطي لكم علامات. نعم كنتمنى لكم يوم جميل ونهاية أسبوع جميلة، كنتمنى لكم الخير يا ربي الحبيب، وكنتمنى تحقق كل أمنياتكم، وكنشكركم من قلبي على تلك التعليقات الجميلة وعلى الحب، على حبكم النقي والصافي. كنشكر يعني كل من في قناتي، أنتم ناس طيبون ومليئون بالطاقات، كنشوفكم ناس طيبين بزاف وصافي، وهذا ما يهم، يعني ما يهم هو جمال الروح، وأنا أرى أرواح جميلة ما شاء الله في قناتي، ولذلك أنا سعيدة سعيدة بزاف.